اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم راح اتكلم عن استيفانوس الشاهد والشهيد، وطبعا حديثنا هو عن موضوع الروح القدس. وعندما يملأ الروح القدس شخص تتغير حياته تغييرا كاملا، والله بيستخدم الشخص بقوة خارقة، بيحول الإنسان من الأمور العادية إلى أمور خارقة، من الخوف إلى الشجاعة، من الكلام العادي إلى كلام بسلطان ممسوح بجلال الله. استيفانوس واحد من الشمامسة السبعة، الكنيسة المسيحية الكنيسة الأولى انتشرت وتوسعت جدا، وطبعا صار في إشكال بالكنيسة الأولى إنه بعض الأرامل إنه صاروا يعني يقولوا إنه مش عم بيهتموا فيهم مثل الأرامل اليهود اللي جايين من منطقة أورشليم. والكنيسة الأولى لأنه كانت مهتمة بالكلمة وبالشركة ومهتمة في الكرازة والبشارة، أقاموا سبع شمامسة، واحد من الشمامسة السبع اللي هو استيفانوس. وكلمة شماس بتعني كلمة خادم أو يخدم، وكانت الخدمة بكل بساطة هو الاهتمام بالاحتياجات أو تسمى خدمة الموائد. والشمامسة يعني الصفات المطلوبة لازم يكون مشهود لهم ومملوئين من الروح القدس، وهذا هو استيفانوس اللي راح أتكلم عنه. عندما امتلأ من الروح القدس اختارته الكنيسة الأولى لأنه كان شخص مميز مشهود له. والشيء الأول، استيفانوس كان مملوء من الروح القدس، والشخص المملوء من الروح القدس يتحرك بقوة الروح، وطبعا هو بيكون تحت سيادة الروح القدس، وأن الروح أعطى أن الروح يسيطر عليه ويستخدمه ويستثمر في حياته. شيء ثاني مكتوب عن استيفانوس، كان مملوء بالإيمان، كان يقوم بأمور خارقة وأمور عجيبة أيضا. ثم أحبائي كان مملوء قوة، والكتاب بيتكلم كان يصنع عجائب وآيات في الشعب، إنه كان بيقوم في أمور خارقة جدا. لاحظ التواضع، مع إنه قبل خدمة الموائد والاهتمام بالاحتياجات، احتياجات الناس، الاحتياجات النفسية والإنسانية، لكن من ناحية تانية بسبب تواضعه الله أعطاه قوة خارقة، مملوء قوة إنه يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. ثم استيفانوس كان مملوء من الحكمة، مكتوب لم يقدر أن يقاوم الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، لأن الروح القدس كان مسيطر على استيفانوس، فالروح القدس هو الذي كان يتكلم تتميم لنبوة يسوع، إنه ما تخافوا شو رح تتكلموا، الروح القدس هو اللي رح يتكلم فيكو. وفعلا منشوف تتمت هذه النبوة في استيفانوس. كان بحاور طبعا الشعب، كان مليان بالحكمة، وكان طبعا عنده قوة الحجة والبرهان والكلمة أيضا. اللي عاوز أقول أحبائي إنه كان استيفانوس بحاور عدة مجامع، التوب يعني الإليت أوف ذا سوسايتي، علية القوم. ومن ضمن هذه المجامع مجمع الليبرتيين، يعني اللي بيآمنوا في اللاهوت الليبرالي، يعني المتحضر المعاصر الليبرال. وكمان المجامع اللي من كيلكية. ومن جاء من كيلكية؟ شاول الطرسوسي. فتخيل شاول بكل عبقريته لم يقدر أن يقاوم الحكمة، لأن الروح القدس كان بيتكلم في استيفانوس، وكان يعني بيقنعهم جدا. لأجل هذا السبب ابتدأوا يعملوا مؤامرة ضده. وشو المؤامرة أحبائي؟ جابوا شهود كذبة، والتهمة كما يعني كما حدث مع المسيح، شهود زور إنه بجدف على الله،
وبجدف على موسى، مع انه لما بتقرا كلماته في اصحاح 6 واصحاح 7 بتشوف عكس هذا الشيء تماما. ولما وصل لدرجه انه افحمهم حنقوا في قلوبهم، يعني كانوا خلاص صار عندهم درجه غليان مثل بركان ثائر وانفجر ضد استفانوس حتى طبعا يعملوا اي شيء ضده حتى يأذوه. ثم استفانوس بالحكم اللي كان عنده كان مملوء بالكلمة، كان مملوء في كلمة الله، عنده معرفة شديدة في أسفار العهد القديم، وبالحقيقة سرد تاريخ إسرائيل بالكامل لكي يوصل إلى محور الرسالة المسيحية وهو يسوع المسيح. فلما وصل عند يسوع المسيح وابتدأ يعنف فيهم أنتم دائما تقاومون الروح، طبعا هون صار الغليان الكبير. أخذوا استفانوس لأنه الحاكم خلي بالك كان خارج المدينة، واستغلوا الفرصة أخذوا جروا لاستفانوس خارج أسوار المدينة، وعادة بحطوه بحفرة وهن من فوق بتبتدي تنهال عليه الحجارة، يعني كان الموت بالرجم لأنه التهمة كانت التجديف على الله وعلى موسى أيضا. لكن اسمع ما يقول الكتاب المقدس: وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. تأكيد إنه لما المسيح ختم مكتوب صعد وجلس في يمين العظمة في الأعالي، كما يقول الكاتب إلى العبرانيين الإصحاح الأول. فإذا بهذا المنظر الجميل كان ممتلئ من مجد الله، ممتلئ من حضور الله. ثم أحبائي أخيرا كان ممتلئا بالمحبة، المحبة المضحية، المحبة المكرسة، والمحبة الغافرة، غفر خطاياهم. لاحظ ما قال استفانوس: أيها الرب يسوع اقبل روحي. نفس كلمات المسيح أو شبيهة لكلمات المسيح على الصليب. ثم قال: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. لاحظ كلمة رقد، يعني كأنه نام، غمض عين، فتح عين، وكان الرب يسوع المسيح بيستقبله في الأحضان الأبوية، في الأحضان السماوية. كان مملوء من حضور السماء، يعني مهتمش الحجارة اللي عم تنهال، واستجمع قوته وجث على ركبتيه وغفر لراجميه كما غفر المسيح لصالبيه. كلمة استفانوس تعني تاج، وفعلا في استشهاده فهو الذي شهد بكلامه ثم استشهد بحياته وحصل على الإكليل من الرب يسوع، اسم على مسمى. اللي عاوز أقوله أحبائي، الشخص الممتلئ من الروح القدس خلاص بيروح منه الخوف، بصير عنده الشجاعة، بيتكلم، بيكون حكيم، بيوصل رسالة، لأنه مكتوب رابح النفوس حكيم. وهذا مثال وعينة في سفر أعمال الرسل، واحد من الجيل الثاني، مش من الرسل، من الشمامسة اللي كانوا يخدموا، لكن الله استخدمه، كان مليان بالروح القدس، كان مليان بالإيمان، كان مليان بالقوة، كان مليان بالحكمة، كان مليان بالكلمة، كان مليان من مجد الله، من حضور الله، ثم كان مليان من محبة الله، لدرجة وهو عم بيقتل فيه عم بيغفر لصالبيه. ما هذه القوة أحبائي؟ إنها قوة الروح القدس. فعندما نمتلئ من الروح القدس الله بيعطينا هذه القدرة، مش بس إنك تشهد وتستشهد،
لدرجة إنك يعني تغفر وتحب الناس اللي عم تضطهدك والناس اللي عم ترجم فيك. يا لعمق محبة الله، يا لغنى الرب. أحبائي أنا بدعوك اليوم بكل بساطة، قل لي يا رب املأني من الروح القدس. على فكرة بحب أسمع منك، وبليز من فضلك شارك هذا التأمل. الرب يكون معك.